طبعا بعد يعني بعد تدمير مخيم نهر البارد واعتباره منطقة عسكرية، يعني عجلة الاقتصاد بالمخيم صارت صفر، عدا عن الخسائر اللي لحقت بالمؤسسات التجارية والمحلات التجارية. طبعا الآن بعض المحلات بدأت يعني تفتح أبوابها بالمخيم، شيء بتمويل من بعض المؤسسات، شيء باعتماد على الشخص نفسه، لكن هاي لحد الآن عجلة الاقتصاد ما زالت بطيئة نتيجة إنه المخيم مقفل مغلق، ممنوع حدا يفوت من برا لبنانيين، لأنه بالأساس كان مخيم نهر البارد اعتماد اقتصاده على أهل عكار، يعني أهل لبنان اللي خارج مخيم نهر البارد. موضوع البطالة أتعس موضوع بعيش الشعب هون بالمخيم. طبعا في ناس بتشتغل بس مش شغل دائم زي ما قلت لك، يعني ما شغل دائم انه انا بقدر اشتغل فيه شغل دائم، لا بشتغل فترة وبقعد، هاي كمان بطالة. يعني في كتير ارباب عائلات ما عندهم عمل نتيجة الظروف الصعبة اللي بنعيشها، نتيجة عدم وجود فرص عمل للفلسطينيين من أهل نهر البارد. يعني للأسف إنه معظم اللي عم يشتغلوا، يعني الآن في الإعمار أو الجرف بنهر البارد بالمخيم، العمال كلها للأسف مش من نهر البارد، يعني عم بيجيبوا أيدي عاملة لبنانية وغير لبنانية عم بيشغلوها، بينما اليد العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل. أنا كان عندي محلين، يعني أشتغل بالتجارة، أشتغل بتجارة الألبسة والأحذية المستعملة، لكن بعد حرب البارد طبعا دمرت المحلات واحترقت البضاعة وراح كل شيء، فأنا بالأساس المهنة تبعي أنا فورمان ويلدينج، يعني أنا بشتغل لحيم كهرباء. كنت أشتغل في مصنع، المصنع بمنطقة بالكورة، طبعا هذا المصنع يعني ما في عندي ضمان اجتماعي، ما في عندي، مش شهري أنا يومي، فكوني فلسطيني كمان مش مضمون، يعني في أي ساعة ممكن يقولوا لي يخلص المشروع خلاص روع على البيت. فعشان هيك إنه في بعض الأحيان أشتغل شهر، أشتغل شهرين ثلاثة ورا بعض، وبس يخف الشغل اول واحد يقولوا له على البيت هو انا، لانه انا وضعي مش قانوني اجمالا، هيك بالنسبه لقانون لبناني. شو هي الحقوق المدنيه المفروضه للشعب الفلسطيني؟ صرنا 60 سنه بهالبلد ما لنا اي حق عند الدوله اللبنانيه باي شيء، ما لك حق باي ضمان اجتماعي او انساني او شيء. عندنا أطباء، عندنا مهندسين، عندنا كثير ناس متعلمين تخرجوا من جامعات، ما لهم أي حق يشتغلوا بمستشفى خاص أو بمستشفى حكومي أو بشركة حكومية أو بشركة خاصة، ممنوع. بس يسمعوا إنك أنت فلسطيني بتروح بتقدم على أي شركة، أي وظيفة، أي عمل، وعندك خبرة وعندك شهاداتك وعندك كل شيء، بس تقول لهم فلسطيني بيقول لك لا، I am sorry، آسف. ليش يا أخي آسف؟ ما أنا بشر، ما أنت عم بتشغل السريلانكي والفلبيني والكوري، وعم بتجيب من آسيا الوسطى وآسيا الصغرى وآسيا الكبرى، ما عم تجيب الهنود عم بيشتغلوا بهالبلد. طب أنا ليه أنا؟ ما أنا 60 سنة وأنا أشتغل بهاي البلد، أنا عمرت هاي البلد. بحس انه ما فيش مستقبل، يعني بس بحس انه ببلش افكر بالمستقبل لما ترجع الحياة الطبيعية للمخيم، لما ترجع الناس على بيوتها، هون بحس انه صار فيني افكر شوي بالمستقبل، بس بالوقت الحالي صعب جدا اقدر افكر بالمستقبل.
يعني انا واولادي، انا عندي محمد من النشطين في مجال العمل مع المؤسسات، اشتغل مع السيف ذا تشيلدرن، اشتغل مع مؤسسة الكرنه، اشتغل مع عديد من المؤسسات. للأسف لما صار في مجال التوظيف ما وظفوا، يعني استقدموا ناس عندها كفاءات أكبر وخبرة أكثر. أنا تمنيت، كنت أتمنى أشتغل بشغلتي اللي هي المحاسبة، كنت أتمنى إنه أنا دارس هاي المهنة وبحب هاي المهنة أشتغل فيها، ما راح أشتغل شيء تاني. فقدمت كتير وسعيت كتير لهذا الموضوع بس للأسف بدون نتيجة. اشتغلت مع خطيب أختي بالعمار، وكانت أول تجربة لي، تجربة كتير صعبة، يعني شخص ما بيعرف بهاي القصص ويروح يشتغل فيها، وشغلة العمار عن جد صعبة. يعني رحت اشتغلت فيها تعبت، يعني صعب الصعب. وكنت متخصص بالحديد، أنا والجروب اللي معي كنا متخصصين بالحديد، يعني نحط السقف حديد مثل هيك، نحط له حديد. هذا الجسر بنركب الحديد بقلبه مثل هيك، بنصير نربط الحديد. اوقات بكون الحديد تحت على الارض، بصير نسحبه مثل هيك نطلعه لفوق مثل ما عم بيعمل الشاب، نسحبه ونطلعه نحطه على السطح، بعدين بصير الشباب يحطوهم يعني يقسموهم على السطح وبصير يدخلوا لهم حديد صغير مثل هيك ويربطوه مثل هيك. ما فيش شغل تاني او ما فيش مهرب تاني اروح اهرب من هذا الشغل الصعب اروح اشتغل بشغل سهل، لا. فاشتغلت بهاي المصلحة تقريبا شي شهرين، حياتي أنا اليومية روتين. عاطل عن العمل صار فترة، أكيد صعبة إنك في عندك 24 ساعة، يعني بقضيها أحياناً وأغلب الأحيان بقضيها على البحر بصيد سمك، لأنه ما فيش أي مساعدات يعني للأسف، وأنا الوحيد بعائلتي اللي بشتغل. فيومي أنا بفيق الصبح بكير، يعني الساعة 6 بأخذ السنارة وبروح على البحر، أحيانا بصطاد شوية سمك، يعني من كل، يعني يوميا في عنا أكل سمك لأنه ما فيش شي تاني. أول امبارح طلعت شوية سمك بعتهم ب 14,000، لأنه كنا قبل بيوم صايدين وعاملين سمك. فامبارح ما في شيء، اليوم شوي، هلا بعد الظهر ما بعرف إذا الله بيرزقنا شيء هيك. الحمد لله على كل حال، يعني هاي عشتنا وهاي ما في مهرب من هالمعيشة. شو بدك تعمل يعني؟